على أنه غير مفاجئ. واشنطن تصوته ضد عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. يلغي الفيتو الأمريكي سلسلة من الأكاذيب والوعود التي قدمتها ضمن ملف السلام المزعوم. فالثابت أن البيت الأبيض ملتزم بمنع إقامة الدولة الفلسطينية ولا بأي حدود وتثبيت دولة يهودية عاصمة القدس وحادثة جلب البقرات الحمر لذبحها وشروع في بناء الهيكل المزعوم ضمن الخرافات اليهودية ليست ببعيدة. الحماية الأمريكية لكيان العدو الإسرائيلي بدأ أكثر انكشافا ويتعارض مع التوجه الدولي، إذ أن 12 دولة عضوا من أصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح المشروع الذي قدمته الجزائر ويدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. في المسقطات ما يسمى بالمبادرة العربية، تستند هذه التي قدمت سعوديا عام 2002 في بيروت على حل الدولتين والشروع في الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وبحدود 67 ودولة إسرائيلية في الجوار. وعلى الرغم من أنه تنازلا كبيرا رفض العدو الإسرائيلي التعاطي مع المبادرة، بينما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كطرف وسيط يحاول إقناع الكيان الإسرائيلي ويجر طابورا من الدول العربية خلف المشروع على أنها مضت في مشروع التطبيع دون اشتراط الموافقة على المبادرة. أعيد إحياء حل الدولتين مؤخرا ضمن دفع الدول العربية للتطبيع وتجاهل الإبادة الجماعية في غزة، وهي خارطة طريق أمريكية تقول أنها لحل الأزمة في غزة. ولأن المخطط موهوم، فإن الصفقة تحولت من التطبيع مقابل حل الدولتين إلى التطبيع مقابل وعد موهوم بحل الدولتين. الرفض الأمريكي لعضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة يتطابق تماما مع الرفض الإسرائيلي لمشروع حل الدولتين، وهو رفض أكده نتنياهو عبر مشروع قرار صوت عليه الكنيسة الشهر قبل الماضي كخطوة استباقية زعمت واشنطن أنها ترفضها. الخداع الأمريكي يتجاوز 30 عاما، فاتفاقية أوسلو عام 1993 تقوم على أساس حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية. والاختبار الآن للدول العربية التي تركب عربة السلام الأمريكي والإسرائيلي المزعوم.